هاي الوصفة كرمال هاد المخلل، سويتلكن اليوم أطيب وصفة فلافل جنب المخللات سويناهم من الأسبوع الماضي. هلا رح نساوي الفلافل، تشوفوا الطريقة وتجربوا المخلل وراء الفلافل مباشرة. المخلل طلع شي على العالم. الفلافل حتى ينجح معنا في البيت ويطلع مثل تبع السوق تمام لازم ندقق في بعض الخطوات، رح اشرحها هلا وبالتفصيل. اول شيء رح حاطط هون نص كيلو حمص مقدار 3 كاسات ونص من كاسه المعيار، ونقعهم من امبارحه بمي عاديه لمده 14-15 ساعه، اكثر شوي اقل شوي ما بفرق. وبلزمنا لهم التوابل التاليه: ملح، فلفل ابيض ما بصير بهار مشان ما تسود الخلطه، كمون وزنجبيل وتوم وكزبره وبقدونس وبصله، واذا كان في شويه كزبره كمان خضراء بطلع الامر معنا اطيب واطيب. هاي بس المكونات اللي بتلزمنا للفلافل، وبلزمنا يا ماكينه كبه يا محضر الطعام. بالنسبه لموضوع المخلل حط لكم الرابط تبعه بصندوق الوصف مشان اللي ما شاف الفيديو يشوفه. تابعوا معي لتشوفوا نتيجة المخلل ونتيجة الفلافل. نعمل له طحنة تكون كتير مرتبة، مو الهدف بس ينطحن، لازم يصير عجينة، حتى تنجح معنا لازم يصير عجينة. كاسة مي من نفس الحمص الكامن، لأنه الحمص يعتبر نوع من أنواع الخمائر، وهي المي بمثابة الخميرة. وهلا هيك بعد ما خلطناه بنجي على سر مهم كتير من أسرار المطاعم، إنه كل نص كيلو حمص بلزمنا له وحده معلقه طحين بس، وحده مو اكثر. هلا نجي على اهم شغله كمان، بعد الطحين لازم نحط كربونات الصوديوم. بيكربونات الصوديوم للفلافل هي كثير مهمه بالنفشه وبالقرشه. نص معلقه شاي لتقريبا ربع كيلو حمص، الكيلو بده معلقه كامله، بنحطها ومنحرك ومنتركه مدة دقيقتين ثلاثة يرتاح معنا، بعدها بنبلش نبدأ في مرحلة القلي. طلعوا العجينة شلون صار معنا. طبعا القالب لابد ولا غنى عنه، ولكن إذا اضطريتوا كتير كتير وما عندكم بالمعلقة بيمشي الحال، بس بالقالب بطلع موديل أحلى والقرشة أزبط. الزيت لازم يكون حامي مثل ما خبرتكم، ما لازم يكون بارد. والفلافل بالسمسم اطيب، هاد شيء اختياري. اذا متواجد السمسم الابيض في البيت جربوا، لتولكم كم قرص بيعطي طعمه كتير طيبه. وبس يصيروا معنا بهاللون او اغمق شوي، هاي شغله ذوقيه. انا بالنسبه لي بحبهم مقمرات، رح اعيفهم كمان لتوفه صغيره وبعدها رح نطالعهم. بس بالله بالله شوفوا ما احلاهم. لسه القرمشة هلا بتسمعوها، قرشة فلافل وقرطة مخلل، قرشة فلافل وقرطة مخلل. وهلا رح اقولكم السبب يلي بخلي الفلافل يشرب زيت كتير. احيانا بنشتري نوعية فلافل من العلب الجاهزة بنساويها بنلاقيها عم تشرب زيت كتير على القلي، هي بتكون الفلافل خشنة. إذا كانت الفلافل خشنة ما يمنع يعني ما نطحنينا على السوا بتعطي معنا هل شربان الزيت، فلذلك أنا دققت عن عمة العجينة حتى تنجح معكم الفلافل 100%. وهلا بنجي على الطراطور أو على الطحينية، بنحط معلقتين لبن وتقريبا فنجان قهوة صغير طحينة، طحينة السمسم. وبنحط له نص معلقة كمون ونص معلقة ملح ونص معلقة محل ليمون أو ربع معلقة محل ليمون مشان ما يصيروا صبر، أو فيكم تستبدلوها بعصرة ليمونة. وبنحركهم شوي، بعدهم بنضيف لهم شوية مي وبصير الطراطور معنا جاهز. وهلا شوفوا لي على هالفلافلات شلون طلعوا، قربوا لعندي وتفرجوا. خذوا يا بابا. شوفوا لي على هالفلافل، سمعانين القرمشة؟ شي فاخر على الآخر. وشوفوا لي شلون على القلب، من برا مقرمش ومن جوا ما هو معجين، هيك بيكون الفلافل النظامي معنا. وبالنسبة لموضوع المخلل، المخلل أنا هاد فضيته من المي مشان تشوفوا الألوان نظامية، لأنه
عندكم الملفوف بيحل على الخل وحمض الليمون، بتطلع المي طعمتها كثير طيبه ولونها كثير حلو، بس انا على التصوير ما بين معي، شايفين شلون؟ عرفتكم واحد بقطرميزه بالمي، هيك بس فضيته مشان افرجيكم اياه وراح ارجع انا اعبي. بالنسبه للمخللات هي الخيار، شايفين شلون؟ هاي الفليفله، الملفوف، الجزر، القطه، يعني على القطه. شيء ما بيشبهه شيء، حتى قصيت لكم هيك لتشوفوا القلب شلون. شايفين الطقة؟ هذا المخلل طعمته عن جد كتير كتير طيبة. انتبهوا على موضوع الخل كتير، ما تحطوا خل التفاح، حطوا الخل الأبيض. وهلا رح نساوي سندويشة سريعة عشان ندوق الفلافلات. طبعا الفلافل ما بيطيب غير بخبزة الصاج، وهي لأنه رقيقة رح أحط أنا وتش رغيف فيها بالنص. وأول شيء بنبدأ بالطراطور يلي روبناه بسرعة، بس طلعوا علي ما علي طالع ذهب، روبناه بسرعة لأنه فلافل سخن وانا ما بحبه غير سخن، فما تواخذونا اذا عجلنا شوي عليكم. طبعا طراطور معظم الناس بتعرف تساوي، هذا بتحطوه بقلب السندويشه من عدا يلي رح انبل فيه، وبتجيبوا 4 5 6 7 سمعانين القرشه، 10 كم قرص بتحبوا انتوا على كيفكم، بتحطوا في قلب هالسندويشه. بعدها خيار كيفي، ها كيفي يعني كل واحد اللي بحبه، بندورة، انا هون حيطت فليفلة حمراء بس بصراحة بصراحة انا ما بحبها معه، فاللي بيحبها بيحط، اللي ما بيحبها ما بيحط. بقدونس ونعناع ما خرج نستغني عنهم ابدا. يا سلام، شايفين شلون تشركنا صحن الزينة كله هيك بتساوي. تمام، بعدها بيجي دور المخلل، ايش بتحبوا؟ انا بحب كل شيء، يعني راح احط بمحل شوية خيار، وبمحل تاني راح احط قطة، شايفين شلون؟ طبعا القطة اختاروها تكون رفيعة اطيب، وشوفتين جزر كمان عشان ساي سلطة يعني. وهذا الملفوف شوف شلونه بصير لونه. بابا الفليفله رح اعيفه، شوفوا شلون طالع القرن، رح اعيفه انا بحب اكله جنبه. وهي شقفه حمراء للي بحبها رح احط له شقفه، ها كرمالكم، ها ترجعوا بتعملوا هيك، تحطوا شوية طحينه. واهم اهم اهم شغله اذا عندكم هيك رشه سماء ترشرش حبك يا جميل، هاي الرشة عن جد رح تدعولي عليها كتير. بعدها بتعملوا هاي هيك وبسم الله. يلا بتحطوا لها هيك وحدة طراطور بسم الله. وشو بابا تعال تعال كلي هاي الفليفلة. هلا السلام عليكم، لأنه البنات هلا كون بياكلوا، أنا ما بتهنى بنات، شو أنا بنات، السلام عليكم.